شكراً السيد الرئيس. يرحب هذا الوفد بالنتائج القيمة التي أسفرت عنها الدورة 16 للجنة الفنية المختصة بالدفاع والأمن، لا سيما القرارات والتوصيات الرامية لتعجيل بتفعيل القوى الإفريقية الجاهزة. وفي ذات السياق نشيد بإعلان مفوضية الاتحاد الإفريقي عن الجاهزية العملياتية لقدرة شمال إفريقيا التي تشكل أحد الأذرع الخمس للقوى الإفريقية الجاهزة، وهو الإعلان الذي جاء في أعقاب معاينات ميدانية قام بها خبراء أمميون وأفارقة لمختلف مكونات القدرة ولما تحوز عليه من إمكانيات عسكرية ومدنية ولوجستية تواكب بحق أرقى المعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال. إنما حققته قدرة إقليم الشمال يستحق فعلاً الثناء والتشجيع، وأن جاهزية هذه القدرة تقربنا أكثر من تفعيل المشروع القاري للقوى الإفريقية الجاهزة، والحال أن قارتنا أحوج ما تكون لهذه الآلية الهامة في مواجهة التهديدات الأمنية المتنامية التي تتربص بدولنا وشعوبنا، وكذا بؤر الصراعات التي تعددت وتوسعت وازدادت حدة في قارتنا. وبناء على ذلك يدعو هذا الوفد لاعتماد التقرير المعروض علينا ومشروع القرار المرافق له، كما يجدد الدعوة إلى الإسراع في معالجة النقائص القانونية التي لا تزال تعيق التقدم نحو تفعيل القدرة الإفريقية الجاهزة، وبالخصوص مذكرة التفاهم التي ينتظر إبرامها بين مفوضية الاتحاد الإفريقي من جهة وبين الأذرع الخمس للقوى الإفريقية الجاهزة من جهة أخرى. وشكراً سيادة الرئيس.